وعليكم السلام ورحمة الله أخونا حاتم. وعليكم السلام أخونا صلاح. مرحبا والله، مرحبا بالجميع. أخونا أحمد حبابك، والله حبابك. أخونا عبدو حبابكم، حبابكم والله، حبابكم عشرة بلا كشرة. مرحبا يا محمد موسى، مرحبا بالجميع والله. عليكم السلام أخونا مصعب. وعليكم السلام ابن أحمد بلال حبابك والله. عليكم السلام. وعليكم السلام أخونا وصال حبابك والله. صلاح الدين حسن حبابك، حبابكم، حبابكم. أخونا حمزة مساء الخير والله، مساك الله بالخير يا غالي. أبو هلال حبابك، حافظك الله ورعاك يا قالي. قونا عصام حبابك والله، حبابكم جميعا اخوانا، ذكرناه وما ذكرناه. محمد عوض نور نورك يا غالي. ابو علامة حبابك، بعد الفراق، بعد الفراق ما عدت تاني تهمنا. حبابك والله يا غالي، حبابكم، حبابكم. محمد أحمد طيب يا اخوان، الناس اللي في اللايف ديل، اي زول موجود في اللايف بيشير اللايفات الفيس بحذفها، ده اللي يدل على قلة التفاعل. عشان كده انت موجود في اللايف ده، شير في صفحتك في الجروبات المشترك فيها. المهم وصل الرسالة دي، لايك وشير أهم حاجة عشان تعمل لنا اللايف. وما عندنا حاجات كثيرة، نقاط محددة بنقف فيها. أنا أصلا الكلام الكثير ضد طبيعتي. تسلم يا أخونا محمد والله، الكلام الكثير ضد طبيعتي. ونظرا ل الندى اللي وقف، الميريا اللي وقفت دي، يعني أغلبية الناس ما بتقدر تخش. عشان كده بنختصر وحنقف في نقاط محددة. يعني نبدأ بالظواهر. الأيام دي في ظواهر خطيرة، في ظاهرة خطيرة جدا جدا. الظاهرة المنتشرة يعني تلقى في التيك توك واحد يعني جايب له أغنية كده ولا تراث من تراث الرباط الخونة الأرزوقية، ويقول لك يا أخي والله العظيم إحنا طبعا شكلنا في محلة، لكن الناس دي تراثهم سمح. ما في كلام فارغ زي ده. نحن الجنجويد ده ما بنقبل والله العظيم، ولا بنقبل منه أي حاجة، ولا بنعتبره. وأنا أشك إنه الشغلة دي وراء الجنجة نفسهم. نازل أخواننا صار فيه ملايين الدولارات، ملايين الدولارات، وداخلين بصور مختلفة وحسابات وهمية وأغلبية تطبيل. دايرين احنا نتقبلهم بأي شكل من بأي شكل من الأشكال. ما بنتقبلهم والله نهائي، ما بنتقبلهم. وأي ذل يقعد يجيب لك تراث في ظل الظروف دي، شو الحاصل؟ ناس اتعرضت لجميع أنواع الانتهاكات، اغتصاب، قتل، نهب، ترويع، كله حاصل. تيجي انت تجيب لنا قنية ليه؟ تقول لنا قال رغم الخلاف بيننا الا ان التراث بتاعهم كويس. ما تراث هذول، ما انهم تراثهم، ما انهم تراثهم اساسا. نازل ما سودانيين، انت موهوم في راسك ولا شنو؟ شنو تراثهم وما تراثهم؟ ده كلام فارغ ساكت.
هيظهر في التيك توك في اي محل لقيته عارض تراث للناس زي الارجموبة بلاغات ده جنجبيت وزاته تراث شنو ما بنقبل منه اي حاجة ما بنقبل منه اي حاجة شنو تراث ما تراث انت الليلة الان اقانيم بيسولاها مثلا بيجيبوا صورة بتاعت حميدتي وبيجيبوا صورة لمتحركات ماشية كويس تيجي تقول لي انا قال هناي تيجي تقول لي قال تراسم سمح تراسم بتاع شنو يا زلمه ما بنقبل منه اي حاجه واي زول في الظروف دي دار يهزر ودار يقعد يعرض اقاني ويقعد يصرف الناس عن القضيه الاساسيه وهي ام الجنجه ده هو في حد ذاته جنجبيتي الناس تحذر ما في كلام زي ده. طيب الظاهره الثانيه قلنا لكم يا اخواننا انه الجنجة ديل كل ما يشوفوا طيران ولا يسمعوا طيران بدونوا منازل المدنيين اثناء تحليق الطيران بدونوا منازل المدنيين بعد شوية هناك بيصوروا ويجيبوا لك مواطن مكره يقعد يقول لك والله العظيم ضربنا الطيران بتاع الفلول وما ضربنا الطيران بتاع الفلول كويس ويجيك الصعلوك داك هشام جاهزية الجنجويتي الكب في البداية كان عامل فيها انه مثلا محايد فجأة كده الزول ده اتضح انه جنجويتي كوز جنجة عديل جايب لك لو فيديو كده قال لك الطيران يخصف المدنيين وانت ما جبت الانتهاكات التانية اللي بيرتكبوها الجنجة انت لو المحايد عشان كده قلنا لهم اخوانا نازل الاغنية بتاعتهم سقطت ونازل كيزان جنجة عديل قحاطة سابقا وكيزان جنجة حاليا النازل حتى في نيالة من الطيران دق المخازن بتاعتهم ودق الاوكار اللي فيها قياداتهم دونوا منازل المدنيين وبعد شوية عملوا مسرحية كويس بانه الطيران ضرب المدنيين ما في طيران قاعد يضرب مدنيين هوي ما في طيران قاعد يضرب مدنيين كله كذب في كذب كويس وطلس في طلس وشام جاهزية اللي هو شام عباس الكب ابن الكب جنجويد عديل زولة عارض له فيديو كده وياما يتحدث لك عن الجيش وانتهاكات الجيش هو ما شايف كويس الفوضى اللي بيسوي فيها القوات دي اللي هم الجنجة ديل يجي يقول لك قال الجيش ما الجيش عشان كده انا شايف في ناس قاعد يتعاطفوا يعني في ناس قاعد يتعاطفوا يجي يقول لك اي والله العظيم الطيران بيضرب بالقلط ما في كلام فارغ زي ده ما في كلام فارغ زي ده يا اخي ديل حتى المستنفرين بتاعينهم الجديد الجدد كويس بيدربون والرمي بتاعهم في منازل المدنيين شفناه مدافع 60 75 دي بيضربوا بيوت المدنيين ده في أثناء تدريبه ده ما يتكلم عنها نهاية وشام عباس الوسخ الجنجويتي ما اتكلم عنها ما اقدر اتكلم عنها انا دي قوات هم السفروا برا وهم الان الساجلين في خطهم الرخيص وظبط في كيسه شابكن انا ما اعرف فلان كوز وفلان فلول وفي النهايه جيت بقيت انت فلول شوف اي قحاط يجي يقول لك ده كوز وده هنا يقول لك انت ذلك بقيت كوز زينجا اي قحاط شفته ده انت فكها منه يقول لك انت ذلك بقيت كوز زينجا اي قحاط والقحاط ده عشان الناس تعرف حقيقتهم القحاط اساسا اغلبيه السوار كان بكرههم أغلبية السوار كان بيكرهوا القحاطة الآن بعد الأحداث دي كويس السوار كلهم انسحبوا منهم ما عندهم أي قاعدة قاعدتهم الآن الجنجة قاعدتهم الآن جنجويد لافين كدمولاتهم عديل كده كويس عذرا الآن الجنجة لا في كده مرات معادين في قربات القحاطة دي القاعدة بتاعتهم لكن ما في ثوري
ما في ثوريجي كده اصلي تابع لديسمبر دي الان واقف مع الضحاطة، كلهم ضدهم، ما عندهم اي قاعدة. زمان اصلا الناس كان زهيانة منهم وكانوا اقلية، هسه الان انتهوا بالمرة، بقوا ينجويد عديل. عشان ما يجيك واحد يقول لك قال لا لا والله نحن ما عارف، في ناس بصدق يقول لك اي والله العظيم الطيران قاعد يضرب المدنيين، هذا دي سواقة بالخلا، دي سواقة بالخلا، ما تخليك زول خفيف، ما تخليك زول خفيف، ها والعاطفة بتاعتك زايدة. ده كلام بتاع جنجقحط أو الكيزان الجدد اللي هم القحاطة، بيقولوا كيزان بتاع الجنجة، بس قحاطة ياك أنت ما كلها زول كوز بتاع جنجة، وخليه على الوزن دي. طيب ده دي بالنسبة للظاهرة. وتاني يا اخواننا في حاجة الناس برضو يعني تحذر منها، اللي الصفحات البيسن بنات يعني، وده الجداد واحد يقول لك اي والله العظيم الطيران ضربنا من الحتة الفلانية، الطيران عملنا هذا كله طلع السايد، دي كلها صفحات تابعة لهم، جداد تابع لهم كويس، بيجي بحاول يعني في اي منشور يحاول يعرقل يوصل لك معلومات انه والله الطيران بيضرب ساعة، نازل خوفهم كله من الطيران، خوفهم كله من الطيران. والان الطيران والله شغال فيهم شغل كويس وشغل بالملي، المسير ده بيشغل فيهم ليل ونهار، بالاضافة للطيران كويس او بقية الطيران ميكس اخوي المهم شغال فيهم، عشان كده هم كله يوقفوا الطيران، يجيبوا لك الريجستر بتاع الرخصة اللي اسمه هشام عباس ده يقعد يقول لك قال والله العظيم ما عارف الطيران بيضرب المدنيين، الطيران مع كله طلع ساكت، وهو بغض الطرف على الانتهاكات التانية، بغض الطرف على الانتهاكات الاغتصاب والقلع والإناء اللي بيحصل ده كله، وهم السبب فوق القحاطة دي أجعل الحرب دي، هم اللي أجعلوها فيها. محمد تدا قال لها دول أنت في خلال كم ساعة بتستلم البلد دي؟ ما في أي حاجة، خلوه تهور كويس، وخاض المحاولة الانتحارية اللي انتهت منه دي. طيب ياسر العطا، لقينا الخطاب بتاع ياسر العطا. شوف يا ياسر والله احنا دارين افعال ما دارين اقوال، كلامك كتير، كلامك كتير، وشنو عرس؟ عرس ده من شاربنا التجهيزات والترتيبات وابلغنا القاعدة العام وما عارف شنو، ما في كلام فارغ زي ده، داير يشتغل شغلك. نحن عولنا عليك كتير انه ياسر ده بيختلف من كباش الرمة داك، وياسر ده بيختلف، لكن شايفينك كويس دخلت تحت جناح البرهان ده، تقعد تشتغل لنا شغل بتاع سياسة، ما تقدر تفعل لنا حماس الجنود بيكلمة كلمتين، ياما طلعت وعدت واخلفت وعدك، كلامنا ده يا ياسر العطا اللي كنا معلقين املنا عليه وكنا معتمدين عليه ومعولين عليه، ما في كلام، ما تتكلم كتير، هما زواج، ما دعوه بتاع الزواج ولا ما ترتيبات لعرس، ده جغن دار تنظف مدرمان، خلي ادم هارون دي يشتغل شغله، ما تتدخل في شغله دي، اذا انت دار تشتغل ودار تنظف مدرمان، مع انه مدرمان ده ما المفروض يكون فيها جنجة، درمان ده عصب الجيش، ام درمان عصب الجيش، فضيحة زادوا لحد الان يكون فيها جنجويد. انتهى زمن الخطابات والكلام الحماسي ده، لا بودي لا بجيب، الكلام الحماسي ده لا بودي لا بجيب، خلي ادم هارون يشتغل شغله، لكن ما تقعد تقول لنا كلمتين وتنوم تاني شهر. الشغلة دي الان القوة الصلبة، الان الكتلة الصلبة للجنجة تم تدميرها، تم تدمير القوة الكتلة الصلبة، الان فضل الزحف الارضي. انت القوات دي لحد الان مخزنة لشنو؟
سؤال، مخازننا لجن، بس مخازننا لجن وادي لحد الآن. طيب ايش بقنا؟ والله السيد الغايد قال ما بنعرف سيد غايد، ده بتشتغل اشتغل دم درمان، وكونه يكون فيها جنجة لحد الآن فضيحة. درمان دي الآن الجيش أول بالعمل يا أخي، العمل النوعي بس نفضه. هسه على الأقل طلع متحرك متحركين، خليت قش. لو مام درمان دي سلمت نظيفة وترفع تماما، أم درمان فيه شنو؟ سؤال، أم درمان فيه شنو؟ بعد ما هارون دار اشتغل الشغل جيت قفلتها معاه يا ياسر. هذا مهارون اشتغل الشغل كويس جيت قفلتها معاه. خليه يبدأ زحف الأرض والاكتساح الأرضي. خليه يجي يقابل قوات مظفر البرد. مظفر ما زال لحد الآن كويس، معتمد على العمل النوعي وما دار يتحرك، ما دار يزحف. هل امتن تقعد تقول لنا قال والله العظيم الترتيبات، والسيد القائد قال ما في كلام زي ده، لا تشتغل اشتغل، كنا بنعول عليك. لكن الان رجعت لموضوع انك قاعد تطبل لبرهان بجد. الان يا صار العطا بدا يطبل لبرهان، كلام واضح. انا لم نطبل لزول الله، ولا عندنا شغله بيزول، ولا عندنا حاجة لزول ذات. أي زول شفته دايزة بنجيبه. صراحة أنا من بداية الأحداث قلت لك ده الزول الوحيد اللي أنا معول عليه، وده الزول الوحيد الممكن أفضل من كباشي. كباشي ده خليه، ده طلع أي كلام، وأفضل من البرهان. الآن طالع طب لنا البرهان عرس شابكنا اكتملت وما اكتملت، ما في كلام فارغ زي ده، ما في كلام فارغ. اذا طلع المتحركات دي خلي ننظف الدرمان دي تسلمها، خلي البوليس يرجع يستلم اي حته كويسه. الجيش الضفة اعلن في بوليس كتير الان والله متواصلين معاهم، دارين يجي يشتغلوا. خليه يجي يستلم وهسه البوليس زي، انا اكد لك لو صلحت البوليس ده بس وخليته، والله العظيم ضارب الجنجة دي في مدرمان دي بالذات. اعمل ارتكازات كبيره دي خليها ثابته. المناطق الخفيفه خفيفه دي نزل فيها ناس الشرطه، ونزل فيها بعض الاسم شنو بعض المستنفرين، ده المفروض يحصل. لكن ده كنت تشبيكنا والله العظيم ما اعرف البرهان واستعداد، وطلبنا منه الحاجات والحاجات، ده كلام بتاع الهوا ساكت، هم نقبله منك. انتهى زمن الاقوال، لان احنا دايرين افعال بعد كده. طيب بالنسبة لل سنار، برضو غاية السنار شغل تقنية، والله شغل تقنية يا اخوان. انا ما عارف هو الجيش ده غيروه ولا كيف. سؤال، يعني انت الليلة كده دقيقة في اي محل في السودان ده انت داير تقعد تخندق يا اخي؟ اتعلم من الهجان اليوم ديك في الدرج، هجانات دي لو كان قاعد في مواقعهم وانتظروا القوة الجادة ال 72 عربية دي، والله كان السنة 54 دي كان بتستلمها، اقسم بالله العظيم والله كان بتستلمها بالراحة. ده لو كان ارتكزوا في محلهم وانتظروا، لكن شكلوا وطلعوا وجرموا الناس ديل وبلهم بل كويس. هسه الجنجويدي في هنا لما تقول له يا اخي امشي بقول لك لا لازم فكني من الهجانات ديل. ده المفروض يحصل. انت بتاع النار قاعد معتمدين على الطيران، لما تجيك تعلمات انسحاب أقول اعتمدنا على الطيران، لما تجيك تعليمات بتاعت الانسحاب، وعلى الغصب التعليمات بتاعت الانسحاب ولا مستبعد من البرهان ده. شفت الشباب بتاعنا السيطرة ديل، عمك عبد الحسين والجماعة اللي قاعدين معاه ديل، والله ديل ما في مسيرة نهائي.
امره داقش يا حتى متحرك يا حتى من يا اخوان الجيش انسحب من مدني باكثر من 55,000. هتواجه 200 كده سؤال، هتواجه 200 انت امرك متحركات يا حتى لو مركت لك ثلاثة متحرك ساكت، ثلاثة متحرك يا 12 كتيبة كويس، لو مركتها بس واجه هذا الجن جدل اللي بيحصل شنو، انت الجيش مخزن ولا 200 لمتين مخزنه. وبرضه بتاع كوستي المفروض تسلح المعاشين، المفروض تسلح المستنفرين، المفروض تمرق طوف يشتغل يصل يداقش. يا اخوانا انا غايته مال، انا غايته الشغل ده ما عارف في حاجه، في حلقه في غايته في في استفهامات كثيره، في استفهامات كثيره في الشغل ده. القائد بتاع 18 والقائد كويس بتاع سنارة نازل شغله ما بيعجب صراحة. نحن ما نقعد يا اخواننا كل ما نشوف لنا دقة بتاع الطيران ولا نقعد نقول لك والله العظيم يا اخو والله العظيم بل والله الليلة بل، لمتين ادي 10 شهور مشت لمتين. نحن الجيزة شفتها من 15 ابريل والايام دي كلها اشتغل شغل كويس جدا جدا، طيران مدفع مدفعية شنو دمر كتير، دمر الكتلة الصلبة. الآن لما انفضل الشغل بتاع التشطيب دارين نغني بالتعليمات، دارين نغني بالتعليمات، دار تفاوض يا برهان أم جمارك فاوض والله العظيم. بدها تقعد تجر هوا بالناس والناس تجوع وتعطش وتقعد كل مرة نفقد عسكري وكل مرة نفقد ضابط بشغلك المرخي ده، امشي فاوض انت ده ما هدفك يعني، دي القاية بتاعتك انت دار تفاوض، انت دار تستلم، دار تستلم انت يا برهان، دار تستلم السلطة، دار تستلم السلطة. طيب يا اخوانا الشائعات الناس ما تجري وراها، هسه انا نازل قال لك شندو ما شندي، قلنا لكم التكتيك او السياسه بتاعت الجنجة ديل بيعتمدوا على الترهيب، بجسوكم بس جايين شندي والان في جغن في شندي وما عارف ناس شندي. يا اخوانا انتوا شندي دي قال لنا كلام سايب ولا شندي ده انا واحد من الناس اقسم بالله ما خايف على نهائيا. شندي دي انا ما خايف على نهائيا لانه شندي دي شفتها الرضيع فيها شايل السلاح، الرضيع فيها شايل السلاح، شندي ما على خوف. النازل انا ما بنكر انه نازل يتسللوا وقاعدين يمشوا يدخلوا في اطراف القرى بيتم التعامل معهم، لكن لمتين لمتين بس كده لمتين. انا داير اي زول من المطبلات بتاع البرهان ده يجي يقنعني، بس اقنعني اقول له البرهان ده مخزن الجيش لمتين، لمتين والله العظيم انا لو قلت لك اكثر من 120,000، اكثر من 120,000 القوات دي كويس خاتلنا لاستعادة شندي، صدق شندي شنو استعادة مدني والله أكثر من 120,000، أكثر من 120,000 ده جيش صافي. الناس اللي كان بيقول لك يا أخي والله العظيم الجيش ما عارف تعداده كم، ده كله طلع الصاج، ده كله طلع الجيش ده تعداده كبير جدا جدا، جايز جاب قوات ثقيلة جدا جدا جابها، لكن مكتفة بالتعليمات، مكتفة بالتعليمات. وإخواننا نحن ما دارين شغل عشوائي، ما دارين مخالفات، يعني مثلا مجموعة الخارف تمشي شغل ده ما لم يكن في تنسيق كويس وفي
سلاح مساند اللي هو الجو والمدفعية، وفي شغل استخبارات وفي الكلام ده. نحن الكلام ده ما داير انه ما داير الشغلة تبقى هبت اللي ساكت، ودي يبقى شغل بتاع ميليشيات. نحن الآن بنلزم في القيادات دي عشان نشتغل، مش بنلزم بما عندنا معاهم تار شخصي. وأنا زي ما قلت لك، أنا شندي ما خايف عليها، شندي أنا ما خايف على أنا وشندي ديل ظبطوا أمورهم، يعني ما متكلين على الجيش ذاته، ما متكلين على الجيش. لكن البطالة بتاعت القيادات بتاع برهان ديل الليلة ده، أنا قلت لك الليلة ده الجيش هسه الآن لو دار يحرر مدني بحرر، هسه لو دار يرجع الجبل برجعه، هسه لو دار يستلم الاحتياطي بيستلمه، أقسم بالله العظيم. لكن ما تقدر تفهم الحاجة في راس ود الحسين، والحاجة فيها حاجة تشيب الراس، حاجة كده يعني، حاجة كده يعني، ما قاعدين نفهم يا اخوان. لا انت خليك، انت زول البعيد من العسكرية ده كويس، خليك يا اخوان. في ناس داخل المعركة دي والله العظيم بأركانهم مركبين أركان حرب، والله ما فاهمين الشغل الماشي ده كيف، والله ما فاهمين. أقسم بالله نحن المتواصلين معاهم هسه الآن، والله فيما العميد فيما العقيد والله فيما اللواء. البرهان داير شنو؟ تقدر تفهم، ما بتقدر تفهم البرهان داير يعمل شنو. ما بتقدر تفهم الحاصل شنو. هسه غاية السنار ده انا ما يعني انا ما كده، بس انت سؤال، انت الليله ما تملك القوات دي تمشط بالي شنو؟ ليه ما يكون عندك كويس قوة أو متحركات تتحرك عديل كده بتوجيهات من السيطرة تداكش الجنجدل أي قرية ولا هناي ظهروا فيها يسوقوهم عديل كده، تترصد القوة دي تتعقبها وتتعامل معاه بالطيران، تتعامل معاه بالمدفعية، تتعامل معاه بالاسم شنو، تتعامل معاه بالشغل الأرضي بالمتحركات. الحاصل شنو؟ إذا أصلا الحاصل إخواننا الناس دايرة تسكت أكتر من كده وتطبل البرهان أكتر من كده، أنا غايت إبراهيم ده شايف إنه البرهان ده خلاه يمشي فاول، والله العظيم. ما أنت الشغلة دي جرهوة، ده مش شغل بتاع خيابة، ده شغل بتاع بيع، بعناكم في مدني انسحبنا من الجبل من غير مبرر وخلينا ذخيرة كويس، الآن ده نسلم منطقة تانية، ده فهمه. أنا هاجي ده الحاجة الخايف منها. وهسه الليلة نازل لو شفت سلموا سنار دي ولا سلموا أي منطقة من المناطق المهمة دي تاني، أغلبية الناس شنو؟ بتفقد الثقة في الجيش، أقسم بالله أغلبية الناس بتفقد الثقة في الجيش، وأنا أولهم. ولا لا يا عادل، احنا لو انت قعدت واستلمت موقعك ودقيت كده لحد ما البل بتاعك كمل والناس دي اكلوك عديل كده عسكريا، معلش اخوانا المعارك دي ما فيها، المعارك دي ما فيها اسم شنو، فيها الخاسر وفيها الانتصار وفيها الخسارة كويس، فيها الانتصار وفيها الخسارة. المعارك دي ده إذا أنت قاتلتها، لكن أنت تنسحب نهارا جهارا، هذا تنسحب تبقى مارق، تسحب جيشك وتبقى مارق، تخلي المواطن أعزل. الآن المواطنين بيدفع في فاتورة، بيدفع في ثمن الحصل في مدى، لأن لا يغتفر إلا كان دزوت مطبلاتي كويس معرض ساي بتاع عسكر ده يقول لك والله اللي بيحصل في مدى تكتيك، تكتيك شنو؟ تكتيك شنو؟ سؤال، 60 عربية وكم موتر سقطوا لهم؟ ليو كامل؟ ليو مدجج بس تحته التقيلة وهناي؟
ويطلع واحد يقول لك والله ذخيرتهم كملت، هم خلوا الذخيرة دي يسلحوا منا. لا في مبرر ولا يجوز لنا البرهان. عندنا مطالب، مطالب نتحرك، يتحرك يتحرك تحرك أرضي. في واحد قال لها ضحكت مالك، ضحكت هاي لأنه في برنامج كده. طيب معلش يا اخواننا نعتذر، المطلوب منك يا برهان تحرك لنا تحرك أرضي، بس ما داري منك أي حاجة. اخواننا زول ما عنده قريب، ما عنده أهل، ما زول ما تكلموا معه يا زول، ده اتكلموا معاه يا اخوان وصلوا له. ما داري يحسم الناس، زي ما يقعد يطلع بولود كاذبه ويقعد يطلع لنا ياسر العطا، يقعد يسوق الناس بالخلا. يتحرك، يتحرك في درمان، يتحرك في الخرطوم، يتحرك في اسمه شنو، في مدني، رجع لنا مدني، رجع لنا الجبل، حرك لنا في بحري، في جيش. انا واحد من الناس اقسم بالله لو كان ما في جيش على الغصب انا بتعب نفسي، لكن في جيش وفي سلاح وفي عدايات وفي كله. هالمتين ما يزال مطبلات. انا ممكن والله العظيم شفتها اطلع كده ده، بس لكن تبرر لي بس القران ده، ما تقول لي حرب المدن. حرب المدن دي انا قلتها مليار مره، وكنت بعذر لما نازل كانوا قوة، لكن نازل الآن أصبح عصابات يا إخواننا. هسه الليلة الناس دي شفت لو خلوا الشرطة بس، جابوا الشرطة بس، أقسم بالله العظيم ممكن تسوقهم في الأحياء دي، ممكن يا إخواننا. لحد هنا ونجيب في تشغيلة كده، المهم نختصر لحد هنا ونجيب، او ممكن الموقف العملياتي، لانه في ناس اسال الموقف العملياتي. الموقف العملياتي بالنسبه لمدرمان اخواننا، مدرمان فيها نفط وفيها متك وفيها شغل ثقيل جدا جدا، وفيها عمل نوعي ممتاز. التحيه للناس العمل الخاص، اقسم بالله العظيم التحيه للنقيب المجهول، التحيه للاتيام الليليه، التحيه لهم والله العظيم رفعتوا راسنا. شغل زي الشغل ورب الكعبة الناس زيل. احنا في ناس بعدين حاليا نكشفهم هنا بأسمائهم، هسه بدنا نعرضهم ونعرض أسرهم للمخاطر، لكن أقسم بالله الناس دي شغالين شغل زي الشغل، ورب الكعبة نفط زي النفط عليه القسم. الجنجة ديل كويس عم درمان دي، قلت لك ما فضل حاجة، فضل نفط بس، لكن نازل منتظرين التعليمات يا اخواننا، منتظرين التعليمات. التحية لهم. بالنسبة لمدرمان في قصف مدفع برضه استهدف الجنجة في مدرمان في أوكار عديدة، بالإضافة برضه للمسيرات ضربت بعض الأهداف، بالإضافة للعمل النوعي، بالإضافة لبعض الطوابير التامة استلامه. كذلك القصف المدفع جنوب الخرطوم، الجيش استهدف مواقع عديدة واستهدف المدينة الرياضية، وده بقى مرتب ثابت. وأيضا عندك شمال بحري، الجيش يستهدف الجنجة، وعندك شرق النيل في راجمة برضو تم تحييدها، راجمة ما اشتغلت، راجمة جديدة ما اشتغلت، أقسم بالله العظيم نصبوها زي ده، نبدأ فيها الشغل، الجيش كمل فيه شغل. ودي لو كان دقت كان أنا متأكد الناس كلها حدو جلس، الناس دي كلها كان شنو؟ حدوك جرس. ده بالنسبة لشرق النيل، بالإضافة برضو كويس لبعض الارتكازات اللي تم تدميرها في شرق النيل. عندك ناس الجبل الأيام دي نايمين، رغم إنه أمس أخذوا لهم جغمة كده على خفيف، لكن في نوم في الجبل. عندك جنوب الخرطوم عمليات التمشيط مستمرة، والعمل النوعي مستمر. كذلك التحية برضو أيضا التحية برضو لأبطال العمل الخاص المدرعات، والتحية كذلك لأبطال المدفعية
الاستراتيجية شغل دقيق جدا جدا. انا رأيت الشغل بتاع الراجل ده كيفني، الشغل بتاع جغم الراجل ده اكد لي تماما ان البلد دي اخواننا فيها فيها استخبارات. الراجل ده لو كان دورت انا بس يعني نظامنا دخلت كيف ما دخلت كيف دخل ليه، لانه الراجل ده اخواننا ما راجل صغيره. لكن والله العظيم ما اشتغلت، تم بلة وتم جغمة. التحية بالنسبة لبحري أو شمال بحري، القصف المدفعي اللي اعتدنا عليه اليومين القاعد يدق اتجاهات هناك برضو، بدق الخوجلاب، بدق عبد الله، بدق المزارع اللي فيها المدافع بتاعت الجنجة دي. الناس الطمع خالص اخواننا، وفي جيش وفي عدة وفي شغل كويس كله تامي، لكن التعليمات النهائية والله العظيم اقسم بالله العظيم المطول كويس المعركة دي، ومؤخر الحسم البرهان والناس اللي معه، البرهان والناس اللي معه. طيب أمس برضه في شارع الستين شايف في جغمة كده للجماعة عندهم اجتماع شكله ولا شنو ما عارف، تم جغمه. كذلك عندك برضه في الرياض برضه في جغمة مانعة تم الجغم بنجاح. الناس تطمن اخواننا، هو بالمناسبة في جيش يعني، ولحد هنا اخواننا ونقيف ونعتذر. في ناس بيزعلوا من سبب الابتسامة والضحكة، تعال خلاص بوريك كويس. والناس اخواننا الموجودة في اللايف ديل ما تنسوا الشير والله، عشان اللايف ما يتحذف. المرة اللي فاتت داك ربع ساعة ما تم حذفه، قبل برضو يتحذف يعني، الا الناس تحضر مباشر ولا الناس اللي قاعدة برضو شنو تحاول تنسخه وتنشره في جروبات او صفحات تانية يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.